القبول لا يمكن أن نجزم به، هذه مقدمة لابد أن تؤكد وتعرف، أنه ليس ثمة يقين في قبول العمل. جميل. إنما هو شيء بين شيء في علم الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين. المشروع لنا نحن أن نبذل الجهد في تحقيق أسباب القبول وأن نسأل الله القبول، أما الجزم به فإنه لا يمكن أن يجزم به. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال في سجدة، قال لو علمت أن الله قبل مني سجدة واحدة لكان لما كان غائب أحب إلي من الموت. معنى أنه تمنيت أن يدركني الموت حتى أموت على عبادة مقبولة. فإن الله تعالى إذا قبل من العبد عملا واحدا فتح له أبواب الخير، شكره جل في علاه بفضله ومن يسر له الهدى، أجزل له العطاء. ولذلك نحن نأمل من الله تعالى القبول. ما يذكر من أن من علامات القبول أن يوفق الإنسان لصالح العمل، نعم هذا من توفيق الله عز وجل، لكن لا يمكن أن يجزم بأن توفيق الإنسان لعمل صالح بعد مواسم البر أنه دليل على قبول ما مضى من عمل. إنما نرجو من الله ونؤمل منه ونحسن الظن به أنه لن يخيب صادق حقق شروط القبول، فهو سبحانه وبحمده الشكور.